شكرا للصبايا على هالاداء الرائع. شكرا. ولا خلينا ناخذ راي لجنه التحكيم. نادين تفضلي. يعطيكم الف عافيه صبايا ومساء الفل للجمهور الحلو. ويعطيكم الف عافيه للفرقه الموسيقيه بقياده الاستاذ مهند. زقفه كبيره للاستاذ مهند، رائع.
صبايا كنتوا كتير حلوات. رح أبلش بوحدة وحدة. ليان أنت بلشتي كان كتير حلو التصرف اللي عملتيه، كتير حلو بمحله. الطبقات العالية أول ما بلشت شوي صغيرة كان في توتر، بس الطبقة العالية مسكتيها وتصرفت بشكل لائق وحلو وختمت الأغنية، كانت كتير حلوة. يعطيك ألف عافية. هيثم لسه حكيت بس لسه. تفضلي نادين. تاني واحدة غنت سارة، يعطيك ألف عافية سارة. كمان حبيت كتير التصرف اللي عملتيه، كان في سلطنة وكان بعفوية والطبقات العالية كمان كانت حلوة. يعطيك ألف عافية، كمان كان حلو. حبيبتي زدك ألف عافية. إلينا حبيبتي، أنت أول ما دخلتي كان في شوي توتر وشوي صغير فرقتي عن الطبقة، بس بعدين زبطتي بالعالي، طلع صوتك وبين وقفلتي كتير حلو، فيعطيك ألف عافية. شكراً صباحي. شكراً. أتفضل ليان. ليان بعدين هيثم. أهلا وسهلا أول إشي بالجمهور الرائع، وأهلا وسهلا بالمشاهدين، وأهلا شكرا. يعطيكم ألف عافية جميعا على كل القائمين على هذا العمل الرائع، على المقدمين الرائعين، الفرقة الموسيقية بقيادة مهند الرائع وكلكم طبعا. بداية اسمحوا لي بدي أحكي الله يحمي بلدنا يا رب، والله يرحم شهدائنا جميعا. أكيد أكيد أكيد. إن شاء الله منشوف أيام أحسن. أولا رح أبلش بليان عشانك زي اسمي، أنا من أول ما قدمتي وأنا حبيبتك. حبيبتي ليان. يعني كانت بداية جدا جميلة، بديت الأغنية بطريقة رائعة، مسكتي الإيقاع، مسكتي الطبقة، كله كان يعني بالنسبة لي أنا سلطنت معاكي كتير. سارة صوتك كان رائع، أدائك كان جدا جميل. حبيبتي انتي بتجنني لك. كمان بس بدنا شوية ثقة على المسرح أكتر عشان الصوت يطلع أوضح للناس، بس بالمجمل رائعة. وإلينا صح بأيد نادين إنه البداية كانت شوي يعني الطبقة نازلة منك، بس بعدين بدعتي وأطربتينا وبتجنني أصلاً وقفة فنانة. موفقين يا رب. شكرا حبيبتي. شكرا. هيثم تفضل. مايكروفون هيثم لو سمحتوا تشغلوا لنا اياه لو سمحت. يسعد مساكو اول شيء، مساء الخير للجمهور الكريم. يسعد مساك احمد وكيانا. احلى مساء، مساء النور. وطبعا بدنا نمسي على الفرقه الموسيقيه بقياده المايسترو مهند بنوره على الاداء الحلو، يعني أطربتونا من البداية. وطبعاً بدنا نشكر كل القائمين على هاي المسابقة، عن جد فلسطين ولادة بالمواهب وبالكوادر الرائعة، عن جد فخور بهذا العمل أنا شخصياً، وأكيد الناس المشاهدين عم بيشوفوا. وطبعاً بدناش ننسى تلفزيون الفجر، تحية كبيرة لإلهن اللي عم بيغطوا اللايف. نيجي على الآراء هيك نختصر، بديش أطول عليكم صبايا. أول إشي الأغنية أنا بحبها كثير، أما براوة ليان التوتر. التوتر اللي قبل سمعناه شوي كانت بمراحل بالتجارب، اليوم راح. انبسطت كثير وأنا أسمعك بثقة عم بتغني، والطبقات العالية والواطية عم نسمعها كيف ما لازم، لأن الغناية شوي صعبة وبدها طبقات عالية. يعني بالنسبة لي الأداء كان جيد جدا، وإن شاء الله بنسمع أحسن لقدام إن شاء الله. شكرا. إلينا شوي كان في سحل عن الطبقة بالبداية، بس بعدين كان تمام، الأداء كان جيد. وكمان أنا بستنى أسمع للمراحل الجاي أشياء أحلى ويكون ثقة أكثر بالغناء. سارة كانت نتفة صغيرة رجة بالصوت بالبداية، بعدين أقلعتي خلص تمام يعني وسلطنتي معنا، فيعطيكم ألف عافية، يعني انبسطنا كثير ومنشوفكم بالمراحل الجاية شو بتقدموا لنا. إن شاء الله.